بهذه المناسبة يعني نذكر التدابير المتخذة من طرف السيد رئيس الجمهورية لتحسين القدرة الشرائية لفئات الأجراء والمتقاعدين وكذا نسبة البطالة. نذكر أن هذا القرار اللي جاء به السيد رئيس الجمهورية لسنة 2023 يمس تقريبا 8 ملايين مستفيد. وبالتفصيل هذا القرار يمس في إطار يعني زيادة في الأجور تقريبا 2,800,000 يعني موظف في الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية اللي راح يستفدوا من هذه الزيادات، منها 90% من فئة الموظفين و10% من فئة المتعاقدين. بما يخص المعاشات التقاعد والمنح التقاعد راح تمس تقريبا 2,985,000 مستفد. أما المنحة البطالة طبعا مست تقريبا 2 ملايين مستفيد. نذكر أن يعني بما يخص منحة البطالة قد تم الصب هذه المنحة ابتداء من شهر جانفي، حيث يعني البطالين اللي كانوا مسجلين استفدوا ب 15,000 دينار ابتداء من شهر جانفي. أما بما يخص الزيادات اللي تمس المعاشات سيتم صب كل معاشات يعني منحة أو معاش انطلاق يعني من شهر مارس 2023 كما جاء به السيد رئيس الجمهورية، وهذا انطلاقا من 10 مارس إلى غاية 20 مارس، حتى يعني من اللي كانوا يستفدوا بعد 20 مارس راح نقدم الاستفادة تاعهم قبل شهر رمضان. يعني هذا بما يخص الزيادات اللي جا بهم السيد رئيس الجمهورية اللي تمس 8 ملايين مستفيد. يعني هذه يعني قرار استثنائي هام اللي بالطبع يعني ميزانية الدولة هي اللي تحمل كل هذه الزيادات. بما يخص الإدماج في قطاع الوظيفة العمومية، نذكر أن تقريبا 600,000 يعني عامل وعاملة تم يعني الإدماج تاعهم خلال سنة 2022، والباقي يعني اللي هو عدد جد يعني منخفض راح يكون في سنة 2023. نذكر أن هذا الجهاز مكون من يعني الجهاز الإدماج المهني، وفيه الجهاز الإدماج الاجتماعي، وفيه المتعاقدين قطاع التربية. بالتفصيل نذكر من بين 326,115 المستفيد من هذا الإدماج في قطاع الإداري تم إلى غاية نهاية شهر جانفي إدماج تقريب 321,621، ما يعطينا نسبة الإدماج في قطاع الإداري هو 98.5%. الباقي يعني إلا 4,494 موظف على مستوى قطاع التربية الذي سيتم الإدماج تاعهم بصفة نهائية في منصب مشرف تربوي على مستوى المؤسسات التربوية. وهذا ولهذا يعني الصنف تم إنشاء مناصب العمل، وتم وضع الأموال للأجور تاعهم على مستوى وزارة التربية. واش بقينا من الإدماج في قطاع العمومية للإدارة العمومية؟ حاليا بقتنا إلا 33,900 يعني عامل بين القطاع الاقتصادي والقطاع العمومي. لو كان جي القطاع العمومي كل ما هو كان في القطاع العمومي تم الإدماج تاعه باستثناء 4,494 في قطاع التربية اللي هما راح يتم الإدماج تاعهم خلال السنة في المنصب مشرف تربوي،
والمناصب تم إنشاؤها والأموال تم وضعها على مستوى قطاع التربية. إذن بما يخص قطاع الداخلية تم الإدماج بصفة نهائية ل 131 ألف موظف. قطاع الشباب والرياضة تم الإدماج لكل موظفين اللي كانوا في هذا الجهاز 17668. قطاع الصحة تم الإدماج الكلي ل 20290. وقطاع الضمان التضامن الوطني تم الإدماج ل 7762 يعني مستفيد. إذن هذا الملف سيتم الغلق تاعو إن شاء الله قبل نهاية السنة بإدماج ما تبقى في قطاع التربية. أما في قطاع الاقتصادي هو كانت 44686 مستفد اللي هما يعملوا في عدة مؤسسات، يعني مؤسسات قطاع العمومي، قطاع الاقتصادي العمومي أو الخاص. تم إلى يومنا هذا إدماج لأكثر من 10700 مستفيد. اللي بقوا بقوا حاليا إلا يعني 33900 الذي سيتم الإدماج تام خلال هذه السنة بالطريقة يعني التوظيف المباشر في المؤسسات اللي هما موجودين فيها، أو في تكون عندهم أولوية في المناصب الشغل اللي راح تتوفر على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل يعني تكون. ولهذا كما جاء به السيد رئيس الجمهورية سيتم الإدماج تاعهم بدون يعني شروط إضافية خلال هذه السنة. هذا بما يخص الإدماج، وهكا وبهذه الطريقة سيتم الغلق بصفة نهائية كل ما هو توظيف هش، توظيف مؤقت، ويكون عندنا إلى زوج أجهزة، جهاز التوظيف وجهاز البطالة. حتى من بما يخص البطالة احنا انطلقنا في عملية التكوين، وتم يعني تكوين الفوج الأول وتحصل حتى على شهادة التأهيل وشهادة يعني التكوين اللي تسمح له بعد تكون عنده أكثر فرص لالتحاق بمناصب الشغل. حاليا بما يخص الجهاز منحة البطالة يعني جهاز يسير يعني في ظروف جد حسنة بعمل عن طريق الرقمنة، عن طريق يعني منصة يعني على مستوى الوكالة الوطنية. وحاليا انطلقنا حتى في يعني تنصيب بعض من البطالين في مناصب الشغل انطلاق من جانفي. بالفعل هو في التقاعد ولا يعني في الإدماج الاجتماعي. ناس على سبيل المثال الإدماج الاجتماعي الإدماجات وكانوا عمال عاملات وعمال كانوا يعملوا في يعني المطاعم المدرسية، كانت الأجر تاعهم كان 6540 دينار شهريا، كانت عندهم إلا تغطية الاجتماعية يعني كانت عندهم بطاقة الشفاء، ما كانوش يستافدوا من الصندوق الوطني للتقاعد، ما كانش عندهم الاشتراك فيه. ولكن بهذا الإدماج اللي قرره السيد رئيس الجمهورية في الوظيفة العمومية بصفة نهائية بعقود نهائية سمحت لهم به الأجر تاعهم يلحق إلا تقريب 22000 دينار شهريا، يعني تقريب 3 خطرات الأجر تاعهم. نفس الشيء في زيادات اللي كانت في المنح التقاعد، حيث اللي كان يستفد 3500 إلى 4000 دينار، هذا راح يكون المنحة تاعو توصل 15000 دينار جزائري، واللي كانوا يديو 15000 دينار جزائري هذه المنحة تاعهم راح تكون 20000 دينار جزائري. هذا ما يجعل في الجزائر ما بقاش واحد متقاعد تكون عنده منحة أقل من الأجر الوطني المضمون. لو سنمشي هذه بانطلاق من سنة 2023. إذن
نعلم بصفة رسمية أن يعني سنة 2023 تكون سنة غلق نهائيا كل ما هو يعني العقود محددة المدة اللي كانوا في جهاز الإدماج الاجتماعي أو المهني، وكذا كل ما كانوا متعاقدين في قطاع التربية اللي هما كانت 62290 اللي تم الإدماج تام بصفة نهائية بعقود نهائية براتب نهائي وبالطبع بالاشتراكات تام على مستوى الصناديق ضمان اجتماعي.